لما نيجي ناخد الاعضاء الليمفاويه هناخد اول حاجه الجزء لوحده. فنيجي لما نيجي ناخد الاعضاء الليمفاويه هناخد اول حاجه نخاع العظم. فالاعضاء الليمفاويه لما ناخد نخاع العظم هنلاقي ايه يتم في نخاع العظم اللي هو نضج وتمايز، يتم في نخاع العظم نضج وتمايز الخلايا الليمفاوية، لذلك هي تحتوي على أعداد غفيرة من الخلايا الليمفاوية اللي هو إيه؟ اللي هو نخاع العظم، الخلايا الليمفاوية نخاع العظم. ومن أهم الأعضاء في نخاع العظم اللي هو البون مارو، من أهم الأعضاء وجوده فين؟ نخاع العظم وجوده في نسيج داخل العظام المفلطحة، داخل العظام المسطحة، المسطحة زي عظمة الترقوة وعظمة القص وعظمة الجمجمة وعظمة العمود الفقري، الجمجمة والعمود الفقري. وبعدين عندنا الضلوع، وبعدين الكتف، عظمة الكتف اللي هي مثلثة الشكل، وبعدين عندنا عظام الحوض. وبعد كده في الجزء الثاني من العظام اللي هي رؤوس العظام الطويلة، رؤوس العظام الطويلة زي عندنا عظمة رؤوس العظام الطويلة، زي عندنا عظمة الفخذ وعظمة الساق وعظمة العضد وعظمة العدد العضد العضد. فده بالنسبة لنخاع العظم. دول كلهم فايدتهم ايه؟ الوظيفة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وظيفة نخاع العظم إنتاج خلايا الدم الحمراء والدم البيضاء، طالما الدم البيضاء يبقى فيه داخل الجهاز الليمفاوي، والصفائح الدموية، لأن الجهاز الليمفاوي فيه خلايا الدم البيضاء أخذناها اللي هي القاعدية والحامضية والمتعادلة وحيدة النواة. ولو إن خلايا الدم البيضاء هم 5، لكن هنا ذكرنا 4، لأن الخمسة إيه؟ اللي هي الخلايا الليمفاوية. اللي هي الخلايا الليمفاوية.